فيديو النهاردة من داخل قاعة المؤتمرات في مدينة دبي لعروض المدارس الموجودة في مدينة دبي. فخلينا أوريكم الدنيا عاملة ازاي. المكان هنا كله عبارة عن مجموعة من المدارس الكتيرة جدا، الانترناشونال الأمريكية والبريطانية وغيرها من المدارس الكتيرة داخل مدينة دبي. خلينا أوريكم الدنيا هنا عاملة ازاي. وهو معرض من المعارض المهمة جدا لو انت مهتم ان انت تقدم لولادك في المدارس في مدينة دبي. خليني أوريكم الدنيا عاملة ازاي. زي ما انتوا شايفين هنا في كل حتة، هنا في كل حتة هتلاقي في سكول، في تقديم على المدارس. بصوا كده هنا هتلاقي هنا اهو برايفت جرين برايفت سكول. بصوا في مدارس كتيرة يا جماعة، هنا بتقدر تيجي وتشوف المدرسة اللي انت عاوزها، بتيجي تقدر هنا تشوف المدرسة اللي انت عاوزها تقدمها لأولادك. ففي بصوا زي ما انتوا شايفين حاجات كتير، يعني لما تيجي تبص هنا كده دي كلها هنا في الجزء اللي هنا ممتازة بصراحة. يعني هنا هتلاقي أكتر من كذا مدرسة وفي أكتر من كذا اختيار. فلو انت مهتم بموضوع ان انت تقديم للمدارس للأطفال عندك في دبي، ففي اكتر من كذا عرض وفي اكتر من كذا مدرسه. الايفنت هنا او قاعه الاجتماعات هنا عامله شغل كتيره جدا حلوه زي ما انتم شايفين، في حاجات كتيره وفي مدارس كتيره. بصراحه العروض كلها تنافسيه واحلى من بعضها. هنا في منطقه هنا دوت الجزء اللي هنا ده لو انت عاوز تخلي ولادك تتدرب على جزء الموسيقى، ففي حاجات كتير زي ما انتم شايفين هنا جميله بصراحه. يعني هنا في تقديم، هنا بتعمل ريجستريشن، وزي ما انتم شايفين دي كلها بتبقى على حكايه التقديم على الاطفال مثلا لو انت عاوز تهتم ان هم يقدموا على حاجه موسيقى. والباقي هنا كله دوت مدارس، ده كلها بتيجي هنا في كل، طبعا هنا زي ما انتم شايفين كل مدرسه بتبقى الاسم بتاعها من فوق، وكل واحده بتبقى فيها طبعا الاسعار بتاعتها. هنا برضو مدرسه ثانيه، فانت بتيجي بس بتسال، بتيجي هنا بتعمل ريجستريشن وتشوف اسعار المدارس. من الناحيه الثانيه زي ما انتم شايفين هتلاقي اكثر من كذا اكتيفيتي. بصوا هتلاقي اكتيفيتي كتير هنا. فبصراحه العروض كتيره حلوه. بص عامله ازاي، يعني الدنيا بصراحه جميله. يعني انت ممكن تيجي تشوف اكتر من كذا مدرسه سواء بريطانيه سواء امريكيه، بتيجي بتشوف حتى في مدارس فرنسيه، والمدارس هنا اسعارها كتيره حلوه. يعني زي ما انتم شايفين هنا كده هتلاقي في حاجات كتيره تنافسيه في الاسعار. يعني بص كده هنا هتلاقي في بريتش وفي امريكان، في حاجات كتير، فبصراحة ممتازة جدا. خليني اوريكم الباقي. دي كلها اسماء مدارس اهو، دي كلها من هنا اسماء المدارس. طبعا كل مدرسة بتيجي بتشوف سعرها عامل ازاي، بتيجي تشوف ممكن تسجل هنا، وبعد كده بتودي ابنك او بنتك المدرسة، تبقى فيها حاجات كتيرة حلوة. يعني زي ما انتم شايفين هنا كده ده مثلا في مدرسة كتيرة برايفت سكول، ودي مدرسة شيبي شيكس، ففي أكتر من كذا، في أكتر من كذا مدرسة. يعني صراحة ممتازة زي ما انتم شايفين العود هنا مدارس كتيرة والأسعار تنافسية، وزي ما انتم شايفين الأسعار كمان بتبقى شاملة الترانسبورتيشن اللي هو الباص، وفي بتبقى من غير اللي هو سعر الباص اللي هو المواصلات للطفل. وطبعا عاملين لهم برضو مع الريجستريشن حبه حاجات هنا، يعني عاملين برضو بتيجي الطفل هنا بحيث ان يوريك بعض الاكتيفيتي اللي بتتعمل على المدرسه نفسها. لما تشوف هنا بصوا هنا
يعني عاملين حاجات كتيرة للأطفال، وبصراحة ممتازة ممتازة يعني كعرض ممتازة. فأنا شايف إن دي فرصة حلوة لو واحد بيدور على مدرسة في دبي، فدي فرصة حلوة جدا. في الأسعار، الأسعار في المعرض هنا بتبقى أرخص من إن أنت تروح مثلا بنفسك مدرسة واحدة ويديك مثلا سعر عالي أو كده. هنا بتبقى الأسعار مخفضة لأن بيبقى فيها تنافسية كتير، بتلاقي هنا الأسعار كتيرة حلوة لأن في أكتر من كذا مدرسة زي ما أنتم شايفين أهو. بصوا كمية المدارس عاملة إزاي، كتيرة كتيرة. معرض مهم جدا يا جماعة، المعرض مستمر يومين، بيشتغل من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 11 بيشتغل من 9 الصبح لحد الساعة 5 مساء. بصوا الاكتيفيتي هنا كتيرة. برضو اللي عاجبني هنا ان في اكتر من كذا مدرسة، سواء بقى بريطانية سواء امريكية. بص هنا سواء بريطانية سواء امريكية، في كمان مدارس فرنسية وفي مدارس روسية وفي كمان مدارس هندية وفي مدارس عربية، فكل واحد على حسب انت عاوز ايه. يعني بصوا هنا عاملين اكتيفيتي كتيرة جدا، بصوا عاملة الدنيا هنا عاملة ازاي اهو، عاملين اكتيفيتي كتير هنا. فبصراحة ممتازة ممتازة ممتازة، يعني الدنيا بصراحة ممتازة. بصوا هنا في حبة هنا زي في معرض، لو انت عايز تشتري برضو حبة حاجات في الكتب، كتب للأطفال، حاجات اللي هي التعليمية. بصوا الأسعار هنا أهي، دي تبقى ليها أسعار. بصوا الحاجات اللي هي دي كتب لبعض الأطفال هنا، لما تيجي بص هنا دي الحاجات للكتب الأفتنون. ففي حاجات كتير انت ممكن تيجي تقدر تاخد اي نوع من انواع الكتب او الهدايا للاطفال او الالعاب، يعني في بصراحه اختيارات كتيره حلوه جدا. بص هنا لما تيجي تبص كده مثلا هنا كمان هتلاقي مكتبه كبيره جدا من كتب، يعني سواء بصراحه حلوه. فالدنيا بصراحه ظبطتنا حلوه قوي اهو. بصوا العروض يا جماعه عامله ازاي، طبعا دي كلها، بصوا دي كلها مدارس اهي، فبصراحه ممتازه. فزي ما انتم شايفين هنا دي كلها اهي، كل دوت عروض المدارس. طبعا لو انت عجبتك اي مدرسه او شفت اسعار اي حاجه بتقدر تسجل عادي، وابنك او بنتك بتقدر تدرس لهم، مثلا في تديهم مثلا ان هم يدرسوا في المدرسه دي. فبصراحه العروض هنا حلوه قوي يا جماعه، يعني احسن ما تروح بنفسك لمدرسه واحده او تديك سعر عالي، فبيبقى هنا في خصومات كثيره واسعار تنافسيه كثيره زي ما انتم شايفين الدنيا هنا عامله ازاي. فبصراحه ممتازه ممتازه ممتازه. ف زي ما انتم شايفين ده كان المعرض باختصار بسيط. فاللي حابب يا جماعه يجي، المعرض شغال يومين لحد الساعه 5. اميكا، فاتمنى الكل يجي لو عاوز يقدم على مدرسه كويسه.